الوصفة تاع البوراك من أروع وأبن أنواع البوراك اللي ممكن تجربوهم بدون لحوم، اقتصادية وسهلة وأكيد البنة عالمية، وتجي تقرمش تقرمش، غير روحوا وجدوها وديروا لها حفظ لأنه رايح يجي نهار وتسحقوها فعلا بزاف بنينة. تبعوا معايا، نحتاجوا حبات تاع البطاطا، كنت غليتهم ورحيتهم هكا، ضفت المعدنوس، البصل، الفلفل الحار مقطع مربعات، شوية تاع الزيتون تحبوا ديروا أخضر ولا أسود، شوية تاع الباتي، حبة تاع البيض، شوية تاع الهريسة، نديرو فلفل اسود، بابريكا حاره وبابريكا حلوه، وخلطوا كل شيء مع بعضه. هذا واش كاين في المكونات، واكيد البنه قوه تاع البنه، غير جربوه. جبت هنايا هاد الديول تاع الاميره نانا، جايين بالحرور هكا سبيسيال حرور، يجيو بزاف بنان، مخدومين هنايا في الجزائر، ما يشربوا الزيت ويجيو يتقرمشوا تقرميش. هنايا درت الحشوه وحطيت من فوق شويه تاع الفرماج وغلقتها بهاد الطريقه. تقدروا ديروها هكا حبات طوال، ولا تقدروا ديروهم حبيبات صغيرين، يعني ليكم الاختيار. تقدروا تاني ديروهم مثلثات كيما تحبوا الشكل ديرو، يعني الاختيار يرجع ليكم. انا درت هادو سيجار طوال وهادو صغيرين، ونقليوهم في الزيت يعني يكون سخون حتى يتحمروا مليح على كل الجوانب، قلبوهم غير بشوية وخليوهم يعني يبردوا، وقدموهم بالصحة والراحة وبصحتكم.